حياكم الله أيها المشاهدون الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات وبالمسرات، وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نزهتنا اللغوية في هذه الحلقة تتمحور في معرفة الفرق بين لفظتين مهمتين، الابتلاء والفتنة. ما هو الابتلاء وما هي الفتنة؟ الابتلاء في اللغة أصله التجريب والامتحان والاختبار، قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. والفتنة كذلك تعني الابتلاء والتجريب والامتحان، ولكن قد يغلب على ذلك الاختبار بالشر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد صرح غير واحد من اللغويين بالتسوية الدلالية بين اللفظتين، فهذا الراغب الأصفهاني رحمه الله يقول: جعلت الفتنة والبلاء من حيث استعمالهما مما يدفع إليه الإنسان في الشر والخير على السواء، فهما في الشر أظهر معنى وأكثر استعمالا، ولا نكاد نظفر في كتب اللغة بأكثر من هذا المعنى. أما في كلام الله سبحانه وتعالى، عندما نتجول في كلام الله عز وجل ونرى استخدام الفتنة في كلام الله سبحانه وتعالى، فنجد أنها استخدمت في مواضع دلالية متعددة. وكذلك الابتلاء، عندما نتجول في كلام الله عز وجل نجده أنه استخدم في دلالات ومستويات دلالية معينة. فالابتلاء في كلام الله سبحانه وتعالى جاء بالاختبار بالضراء، كما في قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الابتلاء بالسراء في قول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وقد جمع القرآن الكريم الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر في قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. أما الفتنة في كلام الله سبحانه وتعالى فتمحورت جميعها في العذاب وفي الإحراق وفي الإهلاك وفي الإضلال، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال الله عز وجل في آية أخرى: والفتنة أشد من القتل. وفي آية أخرى: والفتنة أكبر من القتل. فمعاني الفتنة في كلام الله عز وجل في جلها وفي أغلبها تدور على هذه المعاني: معاني الإحراق ومعاني الضلال ومعاني البعد عن الله سبحانه وتعالى. وندر استخدام الفتنة في الاختبار بالسراء إلا في قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، من حيث أن الاختبار بهؤلاء الأولاد قد يكون في السراء وقد يكون في الضراء، حيث إن الأولاد والأزواج والأموال هي فتنة في حد ذاتها، ولكنها قد تكون ابتلاء من الله عز وجل. فإذا نجح الإنسان في هذا الأمر فإن الفتنة لا تحصل. وعندما يشكر الله سبحانه وتعالى الإنسان بحمده سبحانه وتعالى وبثنائه جل وعلا على شكره على هؤلاء الأولاد وعلى هؤلاء الأموال، فقام بحقهم وقام بتربيتهم، فلا يتحولون إلى فتنة وابتلاء. ونخلص مما سبق أيها المشاهدون الأفاضل، أن الفتنة أشد من الابتلاء. في ماذا؟ في أن الفتنة عبارة عن أثر من آثار الابتلاء، فقد تحدث وقد لا تحدث. فإذا توجه الإنسان بكليته إلى الله سبحانه وتعالى فإن الفتنة تبتعد عنه. والفتنة كذلك أخص من الابتلاء، في أن الفتنة لا تكون إلا بالشر، أما الابتلاء فقد يكون في الخير وقد يكون في الشر.
أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الابتلاءات ومن الفتن ومن المحن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.